غربي على مصراعيه، فهو العربي الوحيد العامل في فيسبوك، وهو أول من عرب الموقع الاجتماعي العالمي فيسبوك بعد دراسة عن نمط الاستخدام العربي لهذا الموقع. كان من أبرز الطلاب الذين وجهت لهم دعوات من البيت الأبيض ليعود سفيرا لبلاده ويرد شيئا من حقها عليه، فماذا سيقدم لشباب وطنه؟ إنه سمو الأمير فهد بن فيصل آل سعود. فماذا يحمل لنا من مفاجآت سيكشفها لصباح السعودية؟ منصور الأمير الرياض. والوعد هنا مشاهدينا الكرام، رحبوا بضيفنا وضيفكم سمو الأمير فهد بن فيصل آل سعود. صباح الخير سمو الأمير. صباح الخير، يعطيك الصحة والعافية. القصة من بدأت كان في طموح، يعني من أنا منتج سعودي، درست وتخرجت من المملكة ثانوية، لا رحت جامعات ولا رحت سمر سكولز ولا، يعني توكلت على الله واجتهدت وتخرجت من ستانفورد، وكان ودي أنتج شيء من نفسي وأعمل شيء. وفيسبوك كان توا في بدايتها، لفتت نظري وشفت بدأت تتوسع في العالم العربي، قلت من الضروري إن إحنا نستفيد من الوسيلة الجديدة اللي موجودة، فتجرأت. وهذا هن تستخدمونها، شايف صفحتكم ما شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. سمو الأمير، لما نحن بنتحدث على طالب تخصص نادر جدا، يعني من التخصصات النادرة، أنا حابة إنه حضرتك يعني تتكلم تقول لسادة المشاهدين عن هذا التخصص النادر. أنا تخصصت ميكانيكال انجينيرينج، هندسة ميكانيكية، بس تخصص جديد اللي هو الديزاين ما هو موجود عندنا في المملكة ولا في العالم العربي، وكانت صعبة جدا، لأن كثير نصائح جت أنت ليه تدخل تخصص ما هو موجود وما حتلاقي وظيفة أو كيف حتستخدمها، لكن أنا عنادي وأحب الـ انه مجازفة، لازم مجازفة، ولازم تفتح، اذا ما في مجال جديد لازم تاخذ الفرصة. اذا اليوم ما انا بحاجة له في المستقبل نحتاج بالضبط. لا، من واجبنا احنا، اجل احنا طالعين نتعلم برا ليه؟ لازم ناخذ الفرصة هذه ونستغل المجالات الجديدة ونيجي نفتحها ونكون احنا رواد هذه المجالات في المملكة ان شاء الله. نعم. والله كلمات تخوف سمو الامير، مجازفة واقتحام كلها في هالمجال، لكن حدثنا عن موقع التواصل الاجتماعي، يعني انه شعرت بالمعاناة اللي يعانيها يمكن المتابع للتقنية، انه لازم يحتاج اللغة العربية. حسيت ان المستخدم العربي ما هو ممثل في من ناحية التقنية، ما لنا شيء نقدر نستخدمه ونطور نفسنا ونتواصل فيه. ولما بدأ الفيسبوك كان فيه نسبة كبيرة من، يعني أعطيك أرقام المفروض ما أتكلم عنها بس لأنني موظف الحين فكل صراحة، 70% من مستخدمين الفيسبوك من خارج أمريكا ومن خارج كندا، 40% منهم من العالم العربي وآسيا، و20% منهم في السعودية. فأنا شفت أنه يعني وكان في صعوبة كثير في الترجمة، لأن أساء استخدام الفيسبوك وفي نفس الوقت ما فهموا يعني كيف يستغلونها القيمة المضافة بالضبط. فأنا يعني حبيت أن أفتح يعني السايت بالعربي، فقلت بدل ما أبدأ من الصفر توجهت لفيسبوك وقلت لهم يعني أنا مستعد، نفس الكلمة مجازفة، داهمتهم وجازفت والحمد لله. قمة النجاح سمو الأمير، الإنسان يعني اللي بيتميز بذكاء أنه بيبدأ حيث من أنتهى الآخر، ليس من نقطة الصفر لكن انطلاقا وتكملة. لكن عجبني جدا، وهذا بالنسبة لنا نحن بنعتبره للشباب والشابات هو رمز ومثابرة أيضا، أشرت إلى نقطة جدا كانت حلوة، أنا ابن البلد ودرست هنا، لا تحسبوني ان انا رحت ودرست في الجامعات اللي جدا عريقه، يعني وصلت لهذا التخصص النادر ووصلت لهذا النجاح
ترى من الجامعات السعودية؟ يعني هذه تعتبر جدا مهمة، لأنه في بعض يعني الأفكار الموجودة لدى الشباب والشابات عشان أنك أنت تكون مميز ومتميز، أيضا أنك أنت لابد تلتحق بإحدى الجامعات الخارجية. أنا شخصيا التحقت، أنا قدمت على جامعة البترول، ولكن في الأخير تخرجت من ستانفورد من أمريكا. ولكن الأهم من كذا أن من المرحلة الثانوية عندنا في إحباط كثير للشباب السعودي أن التعليم بالعربي مو على، يعني يفكرون مو على مستوى عالمي، لكن بالعكس هي ترجع للشخص وانت كيف تستخدم قدراتك وطموحك. وجامعاتنا، انا يمكن كان لي جتني الفرصه ورحت ودرست برا في جامعه ستانفورد، كنت السعودي الوحيد، بس في كثير عرب درسوا من هنا وطلعوا وتخصصوا في تخصصات يعني عالميه وعلى مستوى كبير ما شاء الله. نعم. سمو الامير، يمكن حتى الان في مطالبات كثير من الباحثين الاكاديميين، يا جماعه الخير ترى العلم هذا اللي تكلمون عنه الان درسونه باللغه الانجليزيه، ترى احنا اللي مسوينه، هذا العلماء الموجودين نبغى اللغة العربية، كفاية الأرقامنا مخذينا ما خلى شيء فيه. فيمكن هذه يمكن أحدى الدعوات الآن للعودة أيضا إلى تكريس مفهوم اللغة العربية طبعا في المناهج التعليمية، لكن راح نتكلم عن حضرات التقنية واللي كنا نسمع عنها في سنوات الآن موجودة بيننا، وأنت الآن أعتقد انضميت إلى هذه الحضرة. وكان هدف شخصي بالنسبة لي أن أروح وأكتسب خبرة من فيسبوك وحتى من دراستي برا، ولازم أرجع للوطن ولازم أرجع للبلد اللي يعني أعطتني وهيأتني أن أطلع برا وأعطتني الثقة في نفسي. فرجعت واستثمرت، والحين مستشار في حاضنة ومؤسسة بادر للمالتي ميديا والجيمينج، وعشان عندنا شباب وشابات في المملكة موهوبين، لكن يبغى لهم أحد يعني يساعدهم ويكون قدوة لهم. فالحمد لله جيت وتوفقت وعملت لهم منهج جديد، وإن شاء الله عد نتشرف معكم مرة ثانية نتكلم على النتائج حقت المنهج إن شاء الله. طيب جميل، وش نقصد بتصنيف نمط الاستخدام العربي؟ الاستخدام العربي احنا عندنا للأسف في فكرة أن العرب يستخدمونها بس للجيمز وبس للألعاب وبس لكن في كثير استغلوا الفيسبوك بالطريقة الصحيحة، ومنهم كثير في البزنس وكثير في التواصل بينهم وبين أصحابهم ولتعريف الناس عن مجتمعهم وعن عاداتهم وتقاليدهم. وفي المملكة بالذات كان في يعني أول موضوع اشتغلت فيه في فيسبوك كان النساء السعوديات كيف استخدموا الفيسبوك للبزنس، كيف بدأت بزنس من بيتها من لا شيء، وكان نسبة كبيرة تفاجأت على مستوى عالمي، لأن طبعا النساء معروفين دائما خطوة غير بيتتي، لا دائما خطوة غير صبرة طبعا أمام الرجل في كثير من التقنيات. وهذا التصريح أنا يعني تحيز هذا صحيح، يعني حتى هذا الواقع، خلينا نقول الواقع، ولكن ما شاء الله قلت فيه ناس كانوا يهتمون فيها سواء من ناحية سياسية أو من ناحية اجتماعية، وكثير من الجامعات بيتعاملون فيها في الصفوف ومع الـ يعني التواصل مع جامعات أخرى، فالحمد لله يعني. نعم. ولا ننسى طبعا دور صندوق تنمية الموارد البشرية الآن عن طريق الإنترنت. نعم. العمل عن بعد يمكن هذه بادرة من البوادر الآن اللي يطمح، لكن أنت شاب وجزء من يتجزأ من هالمجتمع، يعني أنت أبدعت مجالك عشان ظروفك يعني تناسبت معك، ولا بإمكان كل شاب لديه طموح والله لو يعوقه ما يعوقه بإمكانه يأخذ الشيء اللي بيه؟ لا، ظروف أبدا ما تناسبت معي أنا، لأني رحت بعد سبتمبر 11 وكان كنت السعودي الوحيد في الجامعة، وكانت صعبة وكان مسؤولية كبيرة أن أمثل بلدي وأن أجازف أن حتى أن أتجرأ وأدخل على شركة أمريكية وأطلب العمل، ولكن أنا يعني شفت الفرصة وشفت كان عندي بعد نظر وقلت لي لا، ما هم أحسن مننا، أنا زيهم قدرت أوصل للجامعة وأدرس زيهم، أقدر أشتغل وأنتج زيهم. فهذه كانت الحمد لله مبادرتي ونجحت، والواجب لنا جميعا أن نرجع ونفيد ونشجع شبابنا ونقول لهم أنه المجال مفتوح لكم أنتم كمان إن شاء الله. جميل. طيب خاصة لما نحن بنتحدث الآن في ظل يعني التطور اللي نحن بنشهده على جميع الأصعدة، يعني سواء كانت المؤسسات الحكومية أو الخاصة في مجال تنمية الإنسان وتنمية إبداعاته،
كيف من خلال طبعا تجاربك اللي انت عشتها كيف بتجد هذه المؤسسات؟ المؤسسات مهمة جدا. يعني الآن في اهتمام كبير من خادم الحرمين يعني وجامعة الملك عبدالله أكبر مثال على ذلك. كاوست على 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 مستوى عالمي وهذا معترف فيها لدرجة حتى على سيرة الفيسبوك أول ما طلع أول تقرير عن الجامعة حطيت اللينك على الويب سايت والناس كانوا مندهشين ومنبهرين. قلت تحسبوننا وين يعني زي يعني ففي الحمد لله يعني المملكة ما قصرت ولكن يجب على الشاب والشابة إنه كمان هم يسعون ويبادرون ما حيجيك لين عندك لازم صح انت روح ورا الفرصة ان شاء الله بالتأكيد وانت مثال موجود الآن يعني الواحد ما يستفيد حتى من الظروف انه لا انا عندي لكن حدة المجازفة او المجازفة اللي كانت في البداية وانت في الجامعات الخارجية ما زالت موجودة عندك الآن وانت يعني في البلد نعم لان المجال جديد التقنية عندنا لسه في بداياتها ولما تكون من رواد الشيء لازم تفتح أبواب ولازم تعافر ولازم وإحنا عندنا كثير في المملكة حريصين خوف من الفشل ولكن الفشل هذا شيء واجب لأن تتعلم منه وتتطور إن شاء الله فادعوا لي إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله سمو الأمير يعني في كده معلومات ناوي تعملنا نسخة إنجليزية صباح سعودية يمكن يعني على حسب كم تدفعون يعطيك العافية سمو الأمير فهد فيصل السعودي ونحن على الموعد إن شاء الله راح نتكلم أيضا عن الجانب التقني فقرات موسعك إن شاء الله شكرا لك لحضورك حياك الله إذا مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل معكم تشاهدون على قناة أجيال برامج علمية وأخرى ثقافية هذا الميدان طبعا خلفنا قصر المصمك اللي دوبنا دخلنا مؤامرات هكذا إذن إنه الهجوم